رسائل بحروف الدم ضحيتها المدنيون، قد تكون سياسية أو أمنية، فمن يحكمون العراق لا يبالون بالحادثة بقدر استثمارها وتوظيفها في معترك صراع الأحزاب والكتل. عشرات القتلى والجرحى المدنيين راحوا ضحية تفجير استهدف ساحة الطيران في بغداد، ليفتح هذا الحادث الدموي بوابة الاضطراب الأمني مرة أخرى في ظل الفوضى العارمة التي تعم البلاد. جميع اللاعبين السياسيين أدانوا الحادثة، وكالعادة حضرت شماعة داعش لتبعد الشبهات عن المستفيدين من هذا الحدث من المتاجرين بدماء العراقيين في بازار الصراع السياسي. ترجيح أن تكون داعش فعلا وراء هذا التفجير يدين الحكومة نفسها التي أعلنت أكثر من مرة القضاء على التنظيم، وعليه فإن عودة التنظيم ليضرب في وسط العاصمة يكشف عن هشاشة المنظومة الأمنية رغم إنفاق مليارات الدولارات عليها. لكن احتمال وقوف داعش وراء العملية يبقى ضعيفا، وذلك لأن التنظيم إذا كان يملك كل هذه القوة حتى الآن وقادرا على اختراق السور الأمني بكل هذه السهولة، لحدثت تفجيرات من هذا النوع قبل هذه الفترة وبشكل متكرر. قرينة التفجير السياسية طريق للباحث عن اليد الخفية، حيث يدور صراع حالي حول موعد الانتخابات بين داع لتأجيلها ومعارض لهذا التأجيل، وأبرز الداعين إلى إجراء الانتخابات في موعدها مقتدى الصدر الذي حذر يوم أمس من تداعيات تأجيلها، فكان في هذا الانفجار مصلحة للداعين إلى تأجيل الانتخابات بذريعة الفوضى الأمنية، وبنفس الوقت يمكن أن يكون مصلحة للداعين إلى تعجيل الانتخابات بدعوى فشل الحكومة الحالية بالملف الأمني وضرورة الإسراع بإيجاد حكومة جديدة تضبط الأمن. يذهب مراقبون أبعد من ذلك ويرون أن التفجير قد يحمل رسالة للمواطنين المنتفضين ضد الفساد، مفاد هذه الرسالة أن داعش على الأبواب وعليكم الاختيار، إما الرضا بهذه المنظومة السياسية والوقوف معها رغم فسادها، أو يترك مصيركم لتنظيم داعش.